انا الاول عايزه اعرف استاذه رحاب، انتي لما دخلتي البرلمان ابا عن جد كان عندك الاخ اللي ينفع ان هو يخش بدالك، وانتي ممكن كنتي تقولي لا انا زوجه انا ام؟ لا، ما اللي انا عرفته ان الاسره كلها شافت ان ليه لا ما نقدمش من عيلتنا امراه تخش البرلمان. دي حقيقة طبعا. أولا أنا يعني مبسوطة جدا إن أنا معاكم النهاردة. طبعا أنا عندي اللي هو إسماعيل أخويا، وتوجهات القيادة السياسية، وأنا طبعا من خلال برنامجكم أنا بشكرهم إن تبقى 169 أو 166 نائبة في البرلمان. ده يرجع طبعا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده كانت الفرصة بالنسبة للمرأة كانت أكتر، فأنا وجدت طبعا دعم غير عادي من أخويا إسماعيل. هو اللي جه قال لك لا احنا قال لي طالما انت في ما في طبعا فرصه عشان يظل طبعا الاسم واسم الوالد، وتظل طبعا الخدمات طب اسماعيل للناس. ما غارش لا خالص؟ لا، هو انسان طيب جدا وحبيبي طيب الناس في الصعيد عادة او الصورة اللي متصدرة لنا وانتوا تصححوها او تأكدوها او يعني ايه دقتها، ان يعني فكرة المرأة برضو لسه مش المرأة وتت في الخلفية، لكن في انها تبقى تبقى في هي الصف النائب الاول. وهي الممثلة وهي اللي بتنوب عننا كرجالة، دي مش فيها صعوبة لسه ولا؟ لا انا ما شفتش ان فيها صعوبة، لان احنا اللي دعمني اني انا اجي واكون نائبة هم اهلي، أهلي في قريتي وأهلي في باقي القرى برضو اللي هي يعني ما زال الوفاء عندها في شخصي، في لأبويا لو يعني ما في كنتيش شخصي. بنت عبد الرحيم الغول كان ممكن يقفوا معاكي ويدعموكي؟ والله لا، يمكن أنا اللي عمل يعني سبورت وعمل لي قوة طبعا ان انا بنت عبد الرحيم الغول، لان هو يعني في قلب كل حد في مركز نجاح حمادي، ويمكن في محافظتنا طبعا كلها والصعيد كله.